السلام عليكم. مباشرة حملتها لشوف اللعبة منتظرة من زمان، وفعلا طلعت اللعبة خرافية مثل ما كنت متوقعتها. كثير طور المستودع بلعبة ببجي وموبايل، طور جماعي، فكل لفة جيتي أبدعت عن جد بهالنوع من الألعاب. If they think I'm a monster, I'll give them a monster. If I touch yours, you know little highways taste yours. Think I'm a monster. I'll give them a son, you know, once you start, are you sure you're ready for that? Hey, you want to know what Rec Room is all about? Follow me. So we love about Rec Room. I love throwing pizza parties with my friends. Pizza party! Woo! This is my kind of party. So we love about Rec Room. Building games with my friends. Whoa, you mean all with my friends? Hey, boss. Come at me! काफ़ी मज़ेदार गेम है, आप इस गेम को खेल सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और देखते हैं
फाइट कैसे होती है, काफी मजा आने वाला है इस फाइट में भाई साहब मेरे का। Baby. シノビの本部逃がすか。 That I'm gonna show you. In this
mode is that they're gonna get. From myself, we have Luka Doncic managing to get a ridiculous block over Kristaps Porzingis, running all the way up the court with Ben Simmons and him finishing it off with. العاب الار بي جي القتال الحماسيه الرهيبه اسم اللعبه ايرون بلاي. في العاب اقوى بس انا حاليا لسه ما لعبت. انا كسبت المرحله الثانيه شباب امن ما عليك الا انك تتقدم بالمستوى ويرتفع لفلك باللعبه حتى تصير محارب. كاملة بالقناة. اللعبة هذه طبعا اسمها حرب الممالك. اليوم راح استكشفها معكم ونسوي تحالف، واتمنى يا عزيزي المتابع ان زي ما تشوفون قدامكم هذه هي قريتي اصلا في لعبة حرب الممالك. شوفوا قدامكم يا رجل الجرافيكس ما اروعه، والله يا جماعة الخير شيء خرافي. ولغز قديم مرتبط بالخيمياء الاكثر ندرة. العالم شوفوا قدامكم هذا هو العالم. طيب هذه القلعة المفروض اللي نبنيها. لورد تحياتنا الطيبة لسوء الحظ. نهب الأقزام المدن التابعة لنا مرحبا. اللعبة ديت بالتعاون مع إدارة اللعبة، والدليل القاطع على كده إن أديك شايف واحد من الإدارة واقف جنبي عشان يساعدني في تصوير المقطع دوت. ببساطة شديدة أنا هو مش أقوى لعبة على. السلام عليكم. اليوم راح نبدأ معاكم سلسلة شروحات للعبة قتال النين. هي الهجوم، الدفاع، كسر الدفاع، إيش معنى هذا الحكي؟ نيجي الآن لصفحة الجارية. الجارية طبعا بتكون بتتبع الشخصية وبتكون بتضرب مع الشخص. طبعا هذا بتركبه عشان تاخذ سرعة زيادة للشخصية. طبعا عندنا التشكيرة وعندنا جبهة النجم سيلفر. طيب احنا نخش في 11 ده اللي هو الأخير علشان نوريك. طبعا جدا طبعا انت عندك هنا بقى اول ما بتخش بتلاقي المحارب. دي الشخصية التانية اللي هي شخصية ساحي، دي اللي ماسكة سلاح. احنا عملناها ايه؟ تلقائي. طبعا نقول لك ايه، نكمل مهمة. خدت مهارة كده 30 علشان كله ايه يشوفها كده. تمام بص. فقط الاقوياء يستطيعون النجاة، هذا قانون الطبيعة. لقد استيقظت اخيرا. لقد سقطت فجأة، قلقت كثيرا عندما رأيتك فاقدا للوعي. انا اعرف كل شيء في هذا العالم. اللي بمدموجة مع بعض ماشي. لو عايزين نطور مثلا ترقية تمام. إن اول ما بدأت ما تفرقش حاجة عن انتقام السلاطين زمان. سيدة القصر قالت شوية كلام كده، طبعا الكلام مكتوب بتشقلوب مش عارف اغير.